هذا الإمام الإمام سالم كان رجل مجاب الدعاء، إذا دعا الدعوة تجاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابي الجليل أسيد بن الحضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. إجابته حد سيف. يذكر أحد الأشخاص خروصي من العوابي، يذكر بأنه يعني ألمه ضرس شهره، فقالوا الإمام سالم موجود في الحصن في العوابي، فذهب إليه وشكى إليه وقع الضرس. يقول بأن الإمام سالم قرأ عليه، قرأ على موضع الألم، ويقول هذا الرجل بأنه يعني اختفى الألم حتى كأنه لا يتخيل بأن هناك ألم كان أصلا. وعمر هذا الرجل، توفي من فترة قريبة، عمر هذا الرجل وسقطت كل أسنانه إلا هذا السن فقط، فقط. قضية الدعاء إخوان الأعزاء تراها ما سهلة، ما تستهزئ بالدعاء. موضوع الدعاء موضوع عظيم، يقين، يقين في الدعاء يقين. يذكر أيضا من دعوات الإمام سالم، هذه قصة يحكيها الشيخ حمد بن سليمان الخليلي. من هذا حمد بن سليمان الخليلي؟ أبو الشيخ أحمد، أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي. يقول كان الإمام في حصن بهلة، وذاك الوقت كان بداية القيض، تبشورة هذه اللي هي يعني بشارة القيض. فجيء للإمام سالم بهذه يعني التمرات أو الرطب، وكان هذا الولد سليمان جده الشيخ أحمد، الظاهر بأنه كان يعني في ذلك المكان. ناداه الإمام سالم وأعطاه هذه الحبة، حبة الرطب، ودعا له بالبركة في العلم، دعا له بالبركة في العلم. فقال الشيخ حمد اللي هو والد الشيخ أحمد الخليلي الله يحفظه، قال: فتخطتني الدعوة إلى الولد أحمد. يعني لما تكون مع الأولياء اسألهم الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى كيش قال الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه. فعندما تذهب إلى أحد من هؤلاء الأولياء الكبار كما الشيخ أحمد الخليلي الآن مثلا، دائما سأله الدعاء لك ولذريتك.